الو، السلام السلام عليكم. عليكم عليكم السلام شيخ حسين، سيدنا، صلى على محمد وآل شلونك، شو محمد، اخبارك؟ بشرون عنكم. اللهم صل على محمد وال محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. الأهل بخير، الأولاد بخير، خير، اذا انتم بخير، اهل الله مصر كلكم. آمين، جزاءنا الله خيرا. والله استفسار، إن تسمحون لنا، تفضل. هل بلغ أمير المؤمنين سلام الله عليه الأمة أدلة إمامته؟ شلون؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، هل بلغ الأمة، بلغ الصحابة والتابعين وآل البيت أدلة إمامته؟ قال أنا إمام بدليل حديث الغدير، آية الولاية، آية المباهلة، آية المودة. بلغ الأمة بأدلة إمامته؟ نعم، بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ لا لا جميع لا، ما سألت الأنبياء عن النبي، ما والمرسلين. سألت عن النبي، بسأل عن أمير المؤمنين، بلغ الأمة بأدلة إمامته ولا لم يبلغ؟ حبيبي، انتو يعني ما اعرف صراحة، ما بالله، اعرف. ولا انتوا بلا انت بلا ما اعرف، المهم ما تعرفش. انت الان في بث مباشر، ولو سكرت الخط هيبان للجميع انك بتهرب. اقول لك، لا غلطة، كنا بلسانك لو تسولف عديل، لو تعطي مجال واحد يسولف وياك، لو لا تظل لك 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 كأنك بسيفس. شكرا شكرا. سولف. هل بلغ عليه بأدلة إمامته؟ هي اتفضل اجل. هي هاي هي هاي شكرا شكرا، وتطلع تقول يابا ما جاوبني، هرب. انت غير مجال واحد يسولف. تفضل اجب اولا اجب بدون من آداب. مظلوميات، بدون مظلوميات. اولا من آداب الحديث تعطيني علم حتى اسولف وياك، ثانيا تفضل. هاي مو اخلاق تتصل وترد طيب تسأل. خلاص، شفت غيرت الموضوع ازاي؟ عرفت مش مديك فرصه ليه؟ ليس من الاخلاق وليس من اجب. قال علي رضي الله عنه، قال انا امام منصب بدليل ايه الولايه. اجب. يكفينا رسول الله بلغ، من كنت مولاه فعلي مولاه. والمولى لها اكثر من 7 معاني. هل الناس اللي جم في حديث الغدير اللي كانوا واقفين وهما بيبايعوا ابو بكر، ما فيش ولا واحد فيهم افتكر حديث الغدير؟ هل بني هاشم غدروا بعلي وذهبوا لمبايعه ابي بكر؟ حتى حديث الغدير بتستدل بيه هينقلب عليك، ده بيعه النساء ذكرت في القران وحديث الغدير لم يذكر عندك. لانه اشد ابانكم ايش؟ لان قتل ابطالكم وانا اشد ابانكم. قتل مين؟ ما ابطالنا مش قتلوا الزهراء؟ ما قتلهمش ليه؟ مش انت بتقول ان عمر قتل الزهراء ليه؟ الامام امير المؤمنين ما دافعش عن زوجته. هل انت اشجع من علي رضي الله عنه؟ ليه بتصوروا عليه ان هو ذليل وضعيف وجبان وحشاه رضي الله عنه؟ روح راجع، روح راجع صحيح البخاري. اهو انت اهو تعمل شيخ وتعرف. اهو صحيح البخاري في ايدي والجمهور يرى، والله صحيح البخاري في ايدي والجمهور يرى، وان عمر قتل الزهراء. هو انت مفكر بتكلم واحد من عوام الشيعه يقول لك نعم شيخنا، حاضر شيخنا، اللهم صل على محمد. حديث صحيح البخاري معايا اهو. وين؟ تتوقع يعني ما اعرفك انت متصل بي. وين صحيح البخاري معايا اهو؟ وين؟ وين في صحيح البخاري؟ وين صحيح البخاري؟ انت ايش تعرف؟ انت ايش قاري؟ اهو شفت، مش بقول لك انت ضعيف، دينك هش. صحيح البخاري في ايدي والجمهور يرى صحيح البخاري. وين في صحيح البخاري عمر كسر ضلع الزهراء؟ هو انتوا بتكذبوا على الى متى تكذبون ايها المعممون؟ سنقف لكم، سنفضحكم في كل مكان الى ان يفق عوام الشيعه من بين ايديكم. قل لي وين بلغ علي امامتي؟ تفضل. ظلوا سووا صفحات وهميه يا عم، بلغ وسيبك من المظلوميات الان. هو انت دلوقتي في مظلوميه الامام الحسين ولا في مظلوميه كسر الضلع؟ تفضل، وين بلغ امير المؤمنين بامامته للامه ولا قصر في التبليغ؟ في وقت اخر. لا 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 لا، مش في وقت اخر، لازم يبان للجميع الان انك عاجز عن الاجابه ولا تستطيع ان تجيب رامي عيسى. فين بلغ امير المؤمنين الامه بامامته؟ حبيبي اقول لك، رامي عيسى، رامي عيسى، نعم رامي عيسى، نعم تسمعني؟ اسمعك. الو، وين بلغ الامه؟ اسمعك، تفضل. انت يعني الغلب هاي سوالفك هاي تعبانه؟ لا ان شاء الله نبقى نكشف على السوالف دي ونجيب لها علاقه، نديها برشام. يا جبني يا عم المعمم بقى، يعني انت اسد على المنبر وجالس وبتاع، وين بلغ امير المؤمنين بأدلة للامه ادله امامتي؟ الله يهديك، غير ما اظن غير الله يهديك. امين يا رب، شكرا لك. انا بس حبيت ابين لك يا شيخ حسين، حبيت ابين لك انك احنا لا تستطيع ان تثبت هذا المعتقد لانه مخالف للقران الكريم. احنا اصحاب الدليل، اقعد انشرها على التيك توك مالتك، انشرها، قول شلون هزمتهم، انشرها. طيب انت بتقول احنا اصحاب الدليل، اين الدليل من القران على الامامه او العصمه او الرجعه او التقيه او خمس المكاسب او تمتع البكر بغير اذن وليها او تعاقب اكثر من رجل على المراه لياس كما يقول السيستم؟ اين انشرها، انشرها على التيك توك، قول هزمتهم. انشر ايه يا عم؟ انت في بث مباشر بيستمع اليك المئات والله الان، انت كده كده في بث مباشر. كيف
حتى امثالك تكيف تقول ايه هزمهم دول. لا انا يا عم وانا بلعبك مصارعه، انت مش انت كده كده انت جاي مهزوم اصلا يا سماحه الشيخ، ومش عارف تجيب على اي شيء. انا بس عايز ابين الحق للشيعة، انتوا دائما تتهمون انا بالكذب. كل نتهمكم احنا ما نتهمكم، ايش عندنا وياكم نتهمكم بالكذب؟ راجع صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا اللي كله تلقاه موجود. اهو ما لا احنا لا لا اهو والله في ايده، اهو رجعتهم اهو. بص معلم علامات فيهم اهو والله، بص معلم علامات فيهم اهو. وين اجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم اللي انت بتقوله ده؟ وين اتصلت بيه؟ غير خلينا سولف. اتفضل لا لك 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 لا سولف ما سولف. فين يا شيخ؟ اتفضل. البخاري ومسلم في ايده اهو. فين؟ اولا انا مو قد انا ما قاعد الان في مكتبه حتى اطلع لك صحيح البخاري. ثانيا طالع انا اتصلت بيه مسوي لك صفحه وهميه سيد حيدر الموسوي ومتصل بيه. نعم، علشان لو اتصلت بيك باسم السيد رامي عيسى مش هتجيب عليا، فكان لازم اتصل عليك بصفحه وهميه، لان لو كلمتك باسم رامي عيسى لن تجيب عليا. انت اذا صاحب حق ناظر بوجهك وباسمك. طيب جميل، اهو هفتح لك الكاميرا، انا ضغطت على الكاميرا اهوت ووجه اهوت واسمي ايها الجمهور رامي عيسى، فتحت لك الكاميرا اهو. اجب يلا اوجهه. اتفضل. اقول لك انا مو محل مناقشه. عرفت ان انت مش عارف تناقش، عرفت ان انت كل شويه طلع لا انت دخلت لي باسم سيد حيدر، لا خلاص انا اسم رامي عيسى، لا ناقش بوجهك، دخلت بوجهي، لا 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 انا مش وقت مناقشه، انا مريض، انا بس على المنبر الحسين احكي لهم قصر الدلع وبكيهم ولطمهم، لكن في الحوارات لا استطيع ان اثبت هذا المعتقد من القران، انا لست انا عاجز يا رامي عيسى دعني. أنا اليوم عندي أصغر واحد أجيبه يناقشكم. لا مش عايز أصغر واحد، أنا عايز الكبير، أنا عايزك أنت يا كبير، ما شاء الله عندك وقت أهوت وعايز تجيب لي أطفال، أنا عايزك أنت كبير، قول اسمه افتح السبيكر كده وخلي أم العيال والأولاد يسمعوا، هل بلغ أمير المؤمنين الأمة أدلة إمامته أم قصر في التبليغ؟ أم العيال؟ ترم نفسك احنا قابل أصحاب الرضاعه؟ لا أيوه والله، أول حاجة أنا لم أقصد إن أنا أطعن في أم العيال، تاني حاجة الرضاعه عندك في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني إن أبي عبد الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من أبو طالب، مكث أيام ليس له لبن فألقى أبو طالب على ثدي نفسه فرضع، فأنتوا عندكم إرضاع الرجال مش إرضاع العيال، أنا بس بسألك دلوقتي هل بلغ أمير المؤمنين الأمة أدلة إمامته؟ اتقار نهج البلاغة؟ أيوه وفي إيدي نهج البلاغة والجمهور يرى الآن. اه هو نهج البلاغة. انت مو تعترف ب هسه احنا خلينا نجي وياك. بدي اجي وياك. تفضل. انت مو تعترف بخلافة الإمام علي؟ إنه هو الخليفة الأول؟ عرفنا هسه إن الأول والثاني والثالث، عرفنا. نعم. تعترف بيه خليفة لو لا؟ أقول لك الحقيقة؟ نعم. الزمني كده انا لا اعترف بامامتي لانه قال في نهج البلاغه دعوني والتمس غير، فكيف اعترف بخلافته؟ هو قال دعوني والتمس غير. هسه انت اذا ما تعترف بخلافته شلون اناقشك؟ لا ده انا بلزمك، ده هو سيدي ومولاي علي رضي الله عنه وابنتي اسمها فاطمه، وهل انا اتي شيء في علي رضي الله عنه؟ لكن انا بثبت لك بس الزمك، قال دعوني والتمسوا غيري، وقال والله ما كانت لي في الخلافه رغبه ولا في الولايه اربه، ولكنكم دعوتموني اليها وحملتموني عليها. والله العظيم انا صراحه ما اعرف انت هذا وذاك الثاني ابو شو اسمه الدكتور. يا عم كلهم دكاتره، واسال الله ان يحفظ اهل السنه يا رب وان يهدي الشيعه الى الحق. معايا نهج البلاغه، بعترف بخلافه علي رضي الله عنه الخلافه السنيه. ايه في نهج البلاغه؟ تروح ايش في نهج البلاغه؟ اقرا الشقشقيه. الخطبه الشقشقيه والله عارف انك هتروح ليها، الخطبه الشقشقيه فيها اربع مجاهيل ورواها عكرمه مولى ابن عباس وما فيهاش ولا دليل، الامام ما استدلش من القران، ده الروايه اللي فيها اربع مجاهيل اللي الفها الشريف الرضي بتقول تقمسها مني ابن ابي قحافه، فين تقمسها مني ابن ابي قحافه؟ فين ايه الولايه او ايه الابتلاء او ايه التطهير او حديث حديث الكساء؟ فين الاحاديث اللي انتم بتستدلوا بيها يا سماحه الشيخ؟ وين علي لم يستدل بهذا؟ هل انتم اعلم بعلي منه؟ في صحيح احمد، في صحيح احمد. يا عم ما تضحكش الناس عليك، ما فيش حاجه اسمها في صحيح احمد، انت قصدك صحيح البخاري وصحيح مسلم، اما تقصد مسند الامام احمد، عندنا في البخاري ومسلم، لكن ما في حاجه اسمها صحيح احمد، انا مش عارف انت اتعلمت فين يا شيخ؟ مين اللي علمك؟ قول لي الصراحه، انت بتقلد من؟ هسه غير خلينا من علمك؟ من انت من علمك؟
أنا تعلمت ديني من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت، لأننا نحن أهل السنة والجماعة، روينا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما رويتم أنتم. ففي كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني في أكثر من 16,000 رواية، عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط 92 رواية. فأنتم لا تعلمون حق النبي. وأنا أريدك أن تراجع رسالة الدكتوراه عندي اسمها موقف الشيعة الاثني عشرية من أنبياء الله ورسله ومعجزاتهم. فأنتم طعنتم في الأنبياء وتبغضون الأنبياء. أريد أقول لك، أريد في كتاب مدينة المعاجز لهاشم البحراني في المجلد الأول، ده المجلد الثاني، معلش خليك في المجلد الثاني يا رب، هاشم البحراني مدينة المعاجز في المجلد الثاني، بيقول لك إن الإمام سلام الله عليه، إن يونس عليه السلام ابتلع في المجلد الأول، أن يونس عليه السلام ابتلع الحوت لأنه أنكر ولاية علي بن أبي طالب، حتى قال في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك قد قبلت ولاية علي بن أبي طالب والأئمة الراشدين من ولده، صلوا على محمد وآل محمد. وبعدين آمن، بعد ما آمن بولاية علي رضي الله عنه خلاص بقى، جي بعد كده بعد ما آمن بولاية علي رضي الله عنه الحوت طلعه من بطنه. بالله عليكم ده دين، بالله عليكم ده دين يا سماحة الشيخ سكر أبو حسين، خلينا نجيبه، خلينا نجيبه، بالله عليكم ده دين. ويقول لي راجع نحجي البلاغة، نجيب له راجع صحيح البخاري، راجع صحيح أحمد، واحنا عندنا حاجة اسمها صحيح أحمد؟